السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم النهاردة في فيديو مهم بعتبره من الفيديوهات الهامة جدا جدا في تصليح وتجديد الملابس. تصليح وتجديد الملابس، إزاي نطول الكم القصير بطريقة شيك بسيطة سهلة وفيها حرفية ويكون شغلك مميز زي ما انتوا شايفين كده اهو. دي طريقة في تطوير الكم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. مش ممكن تعرفي ابدا انه ممكن انا استخدمت مثلا القماش الستان ده عشان اطول الكم وكان نفس القماش مثلا مش متاح، انت مش هتعرفي ان انا طولت بالشكل ده لانه الشكل باين حلو وتركيبة الالوان داخله حلوه. فدي الحرفيه، ده التميز في شغلك، مش مجرد انك تكوني فاتحه مشروع او بتصلحي ملابس بطريقه تقليديه قديمه، السمكة باينة وحتى قماش تاني مختلف والوان مختلفة وواضح جدا للي قدامك ان كان في عيب في الحاجة دي واتعملت كانت قصيرة وطولت كانت ضيقة ووسعت. لا، احنا هنا النهاردة او بعد كده او معانا ان شاء الله على طول هنحاول نجدد الملابس بطريقة مبتكرة، بطريقة تخليها جديدة، تخلي شكلها حلو، تخلي فيها نبطل رغي كتير. ويلا نبتدي نشوف الفيديو هنعمل فيه ايه النهاردة باكتر من طريقة. طيب البلوزه اهي تجريبيه، يعني ايه تجريبيه؟ يعني دي تدريب عشان بس تتمرني عليها، تمام. طيب البلوزه قصيره، كم قصير، انا بس محتاجه ان انا اطول 3 سنتي 2 سنتي اصل هو لا، انا بقى هستغل ان هو قصير واضيف عليه طريقتي ولمزتي. الكم زي ما قلت لكم ممكن يكون محتاج 2-3 سنتي بس، يعني اللي جابت لك البلوزه بتقول لك البلوزه كمها قصير لكن ما قالتلكيش ان هي قصيره قوي، بس احنا مش هيفرق معانا، احنا كل الحكايه هنقص لغايه تحت الكوع، هنقص لغايه تحت الكوع عشان نعمل لها شكل حلو. طيب انا بس عندي كلمتين مهمين جدا. جميل انك تتعلمي حاجات جديده تساعدك في الخياطه، تمام. جميل انك تحترفي، بس ارجوكي انا الحاجات اللي بتزعلني على الفيسبوك حكايه انا مش قادره اكمل في التعامل مع الناس، انا زهقت بعمل الحاجات حلوه وزي ما علمتنا ام عبد الرحمن لكن الناس تعاملها صعب جدا وانا مش قادره اكمل. اتفاق يا جماعه، الاتفاق بيحل المشاكل. يعني انا دلوقتي علشان اعمل كم بالشكل ده اللي انتم شايفينه فانا محتاجه ربع متر ستان. هسالها انت عندك طرحه ستان مش محتاجاها؟ هتقول لي اه، اقول لها تمام قوي قوي هشيها وانا هركبها واخد تكلفه التركيب. ممكن اصور الشغل اللي انا بعمله، مش لازم اصور الزباين، اصور الشغل يعني اصور كم زي ده. اقول لها انا لو عملت لك كم زي ده هيكلف مثلا كذا. هتقول لك ده عالي شويه، اقول لها لا الوحدات دي الواحده بكذا مثلا تكلفتها كذا. وافقت كملي اعملي، خلي شغلك يظهر للناس، خلي الحاجه الحلوه اللي بتعمليها تظهر للناس. ما وافقتش خلاص قدمي اختيارات برضو اقل شويه تناسب، لان الناس ظروف يعني ممكن هي ما تكونش عامله حسابها لاكثر من كده، او مثلا هي شايفه ان البلوزه مش جديده ما تحتاجش ان هي تعمل فيها تجديد، تمام. وبقص كده، بقص قد ايه؟ قد الكم ده ها؟ وثلاثة أربعة سنتي الطول الجديد اللي محتاجينه. أهو أنا بقص اللي أنا قصيته وبحتاجة كمان أقص الزيادة اللي أنا محتاجاها، تمام؟ واللي أنتوا قصيتوه ده حاجة زي دي مثلا قصيتوها رجعوها تاني بقى لأصحابها. طبعا ممكن تاخدي الأستك وترجعي تركبيه تاني، أو ممكن لو لقيتي صعوبة مثلا خلاص برجع لها حاجتها زي ما هي موجودة، تمام. طيب انا كده انا قصيت عشان الكمين، تمام، بقص بالشكل ده اهو عشان الكمين. الموضوع سهل 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 سهل، مفيش اسهل منه، شايفين اهو، تمام. ده كده، ده عشان اعمل لها نفشه كده حلوه كبيره، تمام. لو انا مش عايزه اعمل نفشه كبيره، عايزه اعمل كسرات بعمل. ممكن مش ضروري على فكره احط وحدات غاليه، ممكن هي مش غاليه، هي الوحده ب 10 جنيه، الوحده ب 10 جنيه، ممكن احط شويه دانتيل عاديه، يعني انا عندي كذا شكل هنا ممكن تشتغلي عليهم، ممكن حاجات عاديه بسيطه اهي، شايفين؟ ممكن ده على الطرف مع الكسرات مع الكشكشه يديها شكل خرافي جدا جدا. الابداع موجود، الامور ببساطه بتمشي، المهم ان انت تشغلي دماغك شويه، واهم من ده كله زي ما قلت لكم الاتفاق، الاتفاق، تمام؟ وراح عامله كده كسره اهو.
عايزين ما نكونش تقليديين، شغلنا يبان يوصل لكل الناس، وهيوصل لما تعملي حاجة حلوة لحد تبصي ان هي خرجت من عندك مبسوطة، وكمان هي مش متفاجأة بالحساب لانك صرحتيها ان انت هتعملي كذا وكذا وكذا. لازم يكون عندك صور على الموبايل مثلا للبلوزة اللي طولتيها، للجيبة اللي قصرتيها، تمام، زي كتالوج بترجعي له، بس مش لازم تصوري وشوش او اشخاص، يعني هو زي كتالوج. تمام، معلش اذا كنت برغي، بس انا والله يعني انا احيانا يعني بحط نفسي مكانكم اهو، شايفين مجرد طرحه انت ممكن تعملي لها الفكره او الهدف، انت مش بالضروره ابدا تجيبي الستان. تمام، طيب شايفين انا عملت ايه؟ طيب الكم اهو، يعني المفروض انا ايه لما اطبق الكم كده يبقى بالشكل ده اهو جاي بالظبط. تمام، تعالوا اوريكم ازاي هركبه. اول حاجه بعملها انه انا بثبت الكفرات بتاعتي، ممكن عشان اعملها مظبوطة تبقى كل 2 سنتي، ممكن اعملها كشكشة سراجة خيط بالابرة خيط وشيط، اي طريقة اقدر اعملها. طيب اهو تمام. طيب قبل بقى ما اوصل للمرحلة التانية باخد استك واروح قايساه كده حلو يكون مستريح، وابتدي اخد ده. طبعا لو انا هعمل لها نفشه كبيره انا ممكن اعمل نفشه اقل من دي خالص، يعني تمام عباره عن كشكشات بسيطه، واعمل كده اهو. هديهم لكم اكتر من فكره، وانا بفضل دايما ان انتوا تتمرنوا على الحاجات دي عشان لما تنزلي سوق العمل يكون عندك الفكره كامله، تكوني تمرنتي عليها، ما تبقيش متفاجئه ويبقى عندك خوف من التعامل. تمام اهو، يعني اجيب بلوزه قديمه حالا دلوقتي بعد ما اشوف الفيديو واروح عامله فيها كده طرحه او اي حاجه، واروح عامله فيها نفس اللي انا بعمله ده، شايفين، وبشد الاستك اهو. ده اسمه تجديد الملابس، تجديد الملابس. طبعا انا ممكن اعمل اسوره في البلوزه ب 2 3 سنتي من القماش، ولكن هتبقى عاديه مش هيبقى فيها اي ابتكار. تمام، يعني اختيار برضو وخيار بتقدميه للي قدامك. انا ممكن اعمل لك اسوره وممكن اقدم لك الشكل ده. موضوع التصوير ده مهم جدا. تمام، طيب انا كده خلاص انتم شايفين كده اهو، بقفل بقى خلاص الكم بتاعي بالشكل ده. اهو زي ما انتم شايفين كده، يبقى الاستك مكان الايد، والجزء ده اللي احنا هنركبه مكان الكم. الفستان اللي انا لابساه بالكامل هوريه لكم دلوقتي، موجود في قناتي الثانيه، ومع عبد الرحمن للخياطه واعاده التدوير، ومع عبد الرحمن للخياطه واعاده التدوير. طيب انا بقلب الكم كده وباخد مكان الخياطه، فين مكان الخياطه؟ مكان الخياطه اهو، واروح ادخلها بالشكل ده كده اهو. لازم خط الجنب يكون مع الخياطه بتاعت الكم، مش عايزه حد ييأس لمجرد بس ان انتوا يعني اتعاملتوا مع ناس، وبصراحه ممكن يكون انتوا اللي طرف في الموضوع ده، لان انتوا ممكن تكونوا احيانا مثلا فرحانين بالشغل وكل حاجه بس ما بتتفقوش، وده بيكون خطأ. المكنه بتاعتي سانسير، ان شاء الله انا قررت اجاوب على موضوع المكنه ده في كل فيديو هعمله ان شاء الله. السؤال بتاع ترشحي لي مكنه ايه، انا بشتغل على سانسير مستريحه فيها جدا جدا، في انواع كتير في السوق، لكن لو بتساليني على اللي انا مرتاحه فيه هي سانسير. كل فيديو ان شاء الله هذكر نفس الموضوع، لان السؤال ده برده بيتكرر على طول، يعني لو السؤال ده اتسالته هنا في الفيديو ده في التعليقات هيبقى صاحبه الفيديو ما شافتش الفيديو للاخر. طيب
كده خلاص. يلا اهو شايفين طبعا لازم تشيلي الخيط او البو، شايفين كده اهو استك مريح وكم مريح، ولازم الخط يكون جاي على بعضه وكده تبقي غيرت شكل البلوزة في حدود ونطاق بسيط. برضو تديها اختيارات ان ممكن ده يكلف كذا ممكن ده يكلف كذا، ده مش هيكلف خالص لان هي مجرد قماشة بقولها هاتي لو قماشة مش محتاجاها ويكون فيها من نفس الالوان هبقى برضو حليت الموضوع وتكلفته بسيطة جدا. ازاي اعرف التكلفة او ازاي اعرف اقول لها سعر قد ايه؟ على حسب المكان والمنطقة اللي انت فيها، زي ما بتوضبي اللبس هتعرفي انت هتاخدي كام من اللبس. تمام، الفستان اهو مش عارفه كده واضح اهو، الفستان اهو موجود في القناه ام عبد الرحمن للخياطه وعاده التدوير. بشكركم جدا جدا، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.